السلام عليكم. الحقيقة زي ما بدأنا برنامجنا من كام يوم في خلاصة الكلام وبنتكلم فيه على إن أساس التدين هو الأخلاق، وإن الدين المعاملة هو أساس الإسلام اللي إحنا بنتمناه، والإسلام كما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة في حلقات هنخصصها للحوار مع دكتور أسامة القوصي الباحث الإسلامي اللي أنا أعتز الحقيقة بفكرة. شاكر لكم الاستضافة، وفي هذا يعني في ليالي الشهر الكريم نسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الأمة على أمر رشد وأن يعيدها إلى ما كان عليه السلف الصالح. يا رب يا دكتور، اللهم أمين. دكتور أسامة، خليني أبدأ مع حضرتك من نقطة جوهرية قوي. هو إحنا فاهمين الدين غلط؟ بعد 1400 وأكثر من 33-34 سنة هجرية، ولا العيب فينا؟ نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. كل ما شرعه الله في القرآن أو على لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية عموما، كل هذا الكم من النصوص الغرض منه أن تتمم مكارم الأخلاق. يعني العقيدة الغرض منها تتميم مكارم الأخلاق، العبادات الغرض منها تتميم مكارم الأخلاق، المعاملات الغرض منها تتميم، يعني في النهاية هي أمة كما وصفها ربها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة الخيرية نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن. صحيح. يعني نحن في حاجة، ما ذكرتيه في مقدمتك، هل نحن أسأنا فهم الدين؟ نعم. هل نحن لسنا على المستوى الذي يليق بهذا الدين؟ نعم. يعني هي مجموعة من العوامل أدت إلى تأخرنا وتخلفنا، وصرنا في ذيل قائمة الأمم بعد أن كان الصحابة الذين كانوا في الأصل رعاة للغنم صيرهم هذا الدين قادة للأمم. صحيح. قادة للأمم ليس على سبيل المعنى الاستبدادي، ليس على سبيل المعنى القهري، ليس على سبيل المعنى السياسي، وإنما على سبيل المعنى الرسالي. يعني أنتم أصحاب رسالة، وهذه الرسالة حتى تصل إلى الناس لابد أن تكونوا أنتم على مستواها. يعني الإنسان هو الذي يرقى حتى يصير على مستوى هذه الرسالة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن المطلوب منا أن تزكى هذه النفوس. الصحابة، يعني سيدنا عمر مثلا، هذا نفس الرجل الذي أمسك ابنته الصغيرة وحفر لها حفرة ودفنها وهي حية. صحيح. وما بكى عليها إلا بعد أن أسلم، لما تذكر أنها كانت وهو يحفر لها الحفرة تنفض الغبار عن لحيته، فتذكرها وبكى. كيف فعل هذا الفعل الشنيع؟ إذن الدين الذي جاء ليحول هذا الإنسان القاسي الغليظ الذي لا رحمة عنده ولا شفقة ولا إحساس ولا رحمة، ليصير هذا الرجل قائدا لأمة ينام تحت شجرة فيأتي أحد السفراء من بلد أخرى ليجده نائما في غاية من الهدوء والسكينة وليس حوله أحد ولا حرس، ليقول له: حكمت فعدلت فنمت يا عمر. هو الذي يقول: لو أن دابة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق؟ إذن من الذي جعلهم على هذا المستوى الراقي أنه مسؤول عن أن يمهد طريقا لدابة؟ السلوك في النهاية، يعني في النهاية عقيدة، عبادات، شعائر، مناسك، تلاوة قرآن، أيا كان، في النهاية الغرض أن نكون في النهاية أصحاب سلوك راقي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني كأنه يبعث رسالة بسلوكه. صحيح. يعني هو يعمل صالحا، هو أن يكون سفيرا للإسلام. بالضبط. حتى إن هذا الدين دخل بلادا كجنوب شرق آسيا بالأخلاق. ما أرسل جيوش لا لإندونيسيا ولا لماليزيا اللي هي دلوقتي، ولا الصين خالص. يعني هذا الجزء من العالم اللي فيه أعلى كثافة في تعداد المسلمين.
واندونيسيا هي الدولة التي يضرب بها المثل في التعداد، هي وماليزيا. يعني احنا 80 مليون مصري، صحيح اغلبنا مسلمون لكن مش كلنا مسلمين. هذه البلاد فيها اعداد من المسلمين بمئات الملايين، صحيح. وبالتالي ما ارسل اليها جيش، وما ارسل اليها يعني احد حتى يدعو. ده هي المسألة، ان بعض التجار من المسلمين ذهبوا فبأخلاقهم وامانتهم. ويكفينا ان نبينا عليه الصلاة والسلام 40 سنة ليس نبيا وليس رسولا، ما كان يدخل ولا يخرج إلا يقال جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، تكلم الصادق الأمين، أقبل الصادق الأمين. فكان هذا عنوانه، الصدق والأمانة. هو هنا دكتور الحقيقة حضرتك بتثير نقطة مهمة قوي، أن الإسلام نجح في الارتقاء، أو يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإسلام نجح في الارتقاء بأخلاق المسلمين الأوائل. لكن ليه الإسلام مش ناجح دلوقتي مع المسلمين يا دكتور في الارتقاء بسلوكياتهم، رغم ان بقاله 1400 سنة؟ يعني قصة عمر بن الخطاب الذي بكى حينما تذكر وأديه لابنته بعد إسلامه بعد نزول الآية. احنا دلوقتي عندنا مسلمين يا دكتور بيتكلموا في الإسلام، لكن مش ناجح الإسلام كدين في ان هو يسقل سلوكياتهم، ليه ده؟ لا شوفي، الله يبارك فيك، يعني احنا خلينا نتكلم عن طبيعة الأمم عموما. الأمم ترقى تتحضر، والحضارة شأن دنيوي، فالشؤون الدنيوية كلها فيها المؤشر الذي يرتفع ويرقى ويصل إلى القمة ثم ينحدر. الدين هنا له معنيان، يعني كلمة الدين بتطلق بمعنيين. الدين الذي هو الوحي، فهذا محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا المعنى لا علاقة للبشر به، تكفل الله بحفظ دينه، صحيح. وهذا الدين باق بنا أو بغيرنا، صحيح. بخيبتنا بنشاطنا، صحيح. هو باق، لن يتغير ولن يزور، صحيح. ولكن الدين الذي هو بالمعنى الآخر، المعنى الذي هو التدين، يعني أثر هذا الوحي على الإنسان المكلف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أكثر الناس لم يوفوا بهذه الأمانة ولم يحملوها كما أراد الله عز وجل. وسنة الله عز وجل إن الأمور لها أسبابها، يعني دائما بنربط الشيء بسببه. طيب الناس الأولون دول تعلموا الدين من معلم، اللي هو الذي يوحى إليهم مباشرة، كما نقول الدفعة الأولى بتاعة التخرج دي الدفعة قوية، زي ما أي شيء كده بيعملوا كلية طب كلية هندسة، فتلاقي أول دفعة فيها في نوع من الاهتمام الزائد بهذه الدفعة، صحيح. هؤلاء الرواد، هذه دفعة الرواد الذين سيكونون بعد ذلك أساتذة الكلية ويدرسون من وفعلا هذه يعني المسألة هي التي قام بها الصحابة. يعني بعضنا يتصور ان موضوع الصحابة موضوع فرعي، لا، موضوع الصحابة مش موضوع فرعي، لان الصحابة دول يعني ايه موضوع فرعي دكتور؟ يعني يقول لك ايه، احنا ملناش دخل بالصحابة، يعني القضية هنا في كتاب وسنة، هم مش واخدين بالهم ان القرآن ده الصحابة هم اللي كتبوه، والسنة الصحابة هم اللي حفظوها وبلغوها. يعني الجيل الأولاني اللي بنقول عليه الرواد ده هو الذي بلغ الرسالة للجيل الذي يليه، صحيح. وكان التبليغ أكثره عن طريق حفظ الصدر والتبليغ باللسان. يعني ما كانش فيه لسه قضية التدوين بالصورة الموجودة في العصور التي تلي ذلك. عشان كده الناس مش فاهم، يقول لك إيه السنة دونت في القرن الثالث. هو مش فاهم إن المسألة كانت في الأول بيسموه حفظ الصدور مش حفظ السطور. يعني بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذه المسألة كانت كده في الأول، هو يقول يسمع من جبريل عليه السلام ويبلغ أصحابه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
دكتور انا معلش مضطر اقف هنا لان في فاصل هيخرجوا بيه زمايلنا، ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل يا دكتور بنتكلم على فكره كيف ان الصحابه يعني هم من قاموا بنقل صحيح الدين لينا بعد نزوله بالوحي على نبينا عليه الصلاه والسلام. لكن نقطه تثار دكتور اسامه هي الصحابه بشر يخطئون ويصيبون، فلما نتعامل معهم بدرجة عالية من التقديس تنفي عنهم وقوع خطأ أو نسيان أو, 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 أو شيء تحيز لموقف ما أو لرأي ما. تمام. هنا يعني احنا بنتعامل مع المسألة بالأصول العلمية المعروفة في أي علم. بمعنى ان احنا في أي علم من العلوم فيه تدوين للعلم. أيوة. وفيه يعني مصداقية، وفي شيء اسمه يعني أنا بسمع لبعض المحطات والقنوات فبأثق بالأخبار اللي بتقال فيها مع أن أعلم أن هم بشر. صحيح. وبسمع لمحطات أخرى وناس آخرين أقول لا، هؤلاء الناس جرب عليهم الكذب فأنا لن أقبل منهم هذه الأخبار حتى أتحرى من مصادر موثوق بها. يبقى طريقة تدوين العلوم وجمع العلوم سواء كان علم طب أو هندسة أو تاريخ هي واحدة في نهاية المطاف. يعني بقول ده مرجع لعلم الطب، لعلم الجراحة، لعلم الرمد، لعلم، هل أنا بدعي للكاتب هنا إن هو معصوم؟ إطلاقا. لكن هو يسير على منهج علمي، وهذا المنهج العلمي نعم هو بشر، وهو كونه بشرا يعني يقبل الصواب والخطأ. مظبوط. ولكن هو متخصص. بمعنى أنني في النهاية مع كون الناس بشرا في أي علم من العلوم، لكن أنا بألجأ للعالم المتخصص، ومجموع هؤلاء العلماء يوصلوا من خلالهم إلى الحقيقة. يعني إحنا في عندنا حاجة اسمها مجموع الصحابة، وفي حاجة اسمها أحد الصحابة. مجموع الصحابة معصومون، إنما أحد الصحابة غير معصومين. مين مجموع الصحابة دول؟ كلهم يعني الصحابة الجيل كاملا. الجيل الأول. الجيل الأول ده معصوم. يعني إيه الجيل الأول معصوم؟ والعصمة دي مش للجيل الأول بس. لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. في حاجة اسمها الإجماع، في شيء اسمه الإجماع، زي ما احنا كده الشعب المصري ساعات نقول الشعب اتفق على كذا، أجمعت الآراء على قبول هذا الاقتراح. ممكن يكون الإجماع ده خطأ. دائما لما بيكون في إجماع على مسألة فالإجماع بيكون أبعد ما يكون، يعني الخطأ في الواحد نسبته عالية، في الاثنين نسبته أقل، في الثلاثة نسبته أقل. تفضل. فلما نأتي لمجموع الصحابة، حتى إن أهل السنة يقولوا إيه مثلا، اختيار الصحابة لأبو بكر لا يمكن أن يكون خطأ. ليه؟ لأن الصحابة أجمعوا على اختيار رجل واحد. بالضبط. ولا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة بنص الحديث. عشان كده فقهاء الإسلام قالوا الحجة في آية أو حديث صحيح أو الإجماع، كتاب وسنة وإجماع. الإجماع حجة بإجماع أهل العلم، يعني ما فيش إذا كانت هناك مسألة لم يرد ذكرها في القرآن أو السنة ومش عارفين المسلمين يوصلوا فيها الحل يلجأوا للإجماع، وأجمعوا على شيء لا مخالف. يعني كما عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتقول على الله ما لم يقله، حفظ الصحابة بأسباب حتى يبلغوا الدين. عصمة الصحابة هي عصمة البلاغ فقط، وليست عصمة العمل ولا عصمة الفعل. يعني هم أمناء على القرآن وأمناء على الأحاديث النبوية، فبلغوها كما سمعوها. هنا العصمة عصمة حفظ الوحي، عصمة حفظ الدين. حفظ الدين. بالضبط. ليست عصمة بشرية. بالضبط. ولعلنا نربط هذا بالرسول الكريم نفسه صلى الله عليه وسلم. آخر آية في سورة الكهف بتقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حتى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيه بشر. جانب بشري. صح. اللي هو بياكل وبيشرب ويتزوج ويحب السيدة عائشة ويعاتب من الله ويعاتبه الله ويراجعه إلى آخره. أما الجانب الآخر الذي هو يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا عصمة بلاغ الدين
هي للرسول صلى الله عليه وسلم ثم للصحابة من بعد. لذلك أهل السنة يمنعون الكلام في الصحابة وفي القرابة الاثنين، يعني احنا أهل السنة بنحب آل البيت وبنحب الصحابة، ولا نكره هؤلاء ولا نكره هؤلاء، ولا نعمل مثل بعض الفرق التي تسب الصحابة أو تسب أهل البيت. لا، نحن نحب الصحابة ونحب القرابة، حتى لو اختلفنا معهم في المواقف أو رأينا أنه كان من الأفضل أن يحدث هذا أو من الأفضل ألا يحدث هذا، في النهاية نجلهم. بالضبط، لا بد أن نفرق بين الجانب البشري وجانب حفظ الدين وتبليغه، لازم نفصل الاثنين دول، وإلا وقعنا في خلط كبير حتى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يحب بعض الأطعمة، هذا الجانب البشري. كان يحب السيدة عائشة أكثر من بقية نسائه، صحيح. هذا الجانب البشري، صحيح. كان يعني ينام ويقوم ويصوم ويفطر. هو يقول لهم في النهاية أنا بشر، وربنا أرسله بشرا ليكون قدوة، ما أرسله ملكا. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعث الله فيهم ملكا رسولا، لكن نحن بشر فأرسل الله إلينا بشرا رسولا. دكتور أسامة، أنا بشكر حضرتك في نهاية الحلقة دي، وأوعد مشاهدينا أن إحنا نكمل مع دكتور أسامة القوسي النقاش حوالين بعض الأخلاق وبعض العبادات اللي إحنا عندنا فصام فيها إلى الآن ما بين عباداتنا وبين أخلاقنا وسلوكياتنا، لنعرف كيف نعيد التوائم مرة أخرى بين العبادات والسلوكيات. أشكركم وألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.